الإسلام ما في جماعات، جماعة الإخوان ولا جماعة التبليغ ولا صوفية ولا شيعة، فيه كتاب وسنة. يقول أهل البدع أن تقسيم التوحيد إلى أقسام أمر محدث، فما هو الرد عليهم؟ الرد عليهم أن هذا وارد في كتاب الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، وماذا؟ والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذا وارد في كتاب الله. ثم قد ألف الظاهر فيما أذكر عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد رسالة قيمة في الرد على هذه المقالة، وأقام البرهان. وأنت إذا نظرت إلى كتاب التوحيد من صحيح البخاري تجده ذكر توحيد الربوبية وتوحيد الإلوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهكذا علماؤنا المتقدمون، وهكذا أيضا عبيد الله بن بطة رحمه الله تعالى قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. ممكن أن نقول لهم تقسيم الاسم إلى أو الكلمة إلى اسم وفعل وحرف مبتدأ. نعم، وهكذا أيضا تقسيم غير ذلك. أما هذا فقد ورد به الكتاب والسنة، وعلماؤنا رحمهم الله تعالى ألفوا في ذلك التأليفات، والله المستعان. نعم.